وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم جلوبال. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نستهل أخبارنا بالعناوين التالية: رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يصل إلى الجزائر، الرئيس سبون يتلقى مكالمة هاتفية من أنجيلا ميركل، منع وزيرة الصناعة في حكومة بدوي من السفر للخارج والدرك يحقق معها. وصل ظهر اليوم الاثنين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى الجزائر، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوغادوم ووزير الداخلية كمال بلجود. ويقوم فايز السراج بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسيتناول الطرفان الأوضاع التي تعيشها ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة. تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحسب بيان رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين فقد هنأت المستشارة الألمانية الرئيس تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية. كما قدمت ميركل تعازيها إلى رئيس الجمهورية والشعب الجزائري وعائلة الفقيد في وفاة الفريق أحمد قايد صالح، واستعرض الطرفان تطور العلاقة الثنائية حيث اتفقا على إعطائها نفسا جديدة في شتى المجالات خاصة في الشق الاقتصادي. تم استدعاء وزيرة الصناعة السابقة لحكومة بدوي جميلة تمزيرت للتحقيق من قبل مصالح فاصلة الأبحاث للدرك بباب الجديد بالعاصمة، وحسب مصادر مؤكدة فإن الوزيرة السابقة مطلوبة للتحقيق على خلفية وقائع الفساد جرت بمجمع الرياض عندما كانت الأخيرة مديرة عامة للمجمع. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا. دمتم في رعاية الله.